صنف كويس، نمو الخضر كويس، أداء طيب وممتاز يعني، حتى بالتسويق كان مميز. صنف 40-40 من الأصناف اللي طرحناها العام الماضي مع وكيلنا في الأردن شركة زهران الزراعية. يمتاز هذا الصنف بالنمو الخضري القوي نسبياً، زي ما نحن بنقدر نشوف حالياً قوة النبات صحي جيد. زي ما انتو شايفين هون بالبيت الانتاج اوريدي محمول جاهز، ولكن لسه الازهار مستمر ومكمل بعد التنزيلة تبعت الصنف. بالنسبة للثمار، ثمار الصنف تمتاز بجودة عالية نسبياً، فيها صلابة، الحجم بتراوح من تقريباً 180 ل 200 جرام. نقدر نشوف انه الكالكس تقدر تاخذ منه من 3 متوسط من 3 ل 5 حبات تقريبا، وفيها تماثل عالي نسبيا، يعني كل شكل الحب تقدر تلاقيه انه تقريبا نفس الشكل. فهاي من ميزات جودة الثمار اللي بتمتع فيها صنف ال 40-40. صنف ال 40-40 بتميز بنمو خضري قوي، وفي نفس الوقت المسافة بين العناقيد قصيرة، فأنت بإمكانك تأخذ بتنزيلة واحدة تقدر تأخذ لغاية 13 عنقود للسلك، وبتنزيلة تانية ممكن تأخذ 17-18 لغاية 19 عنقود للسلك. بيمتاز بتحملات عالية للفيزاريوم كراون، متحمل عادي عالي للتي واي ال سي في اللي هو الفيروس المعروف اللي بتنقل الذبابة البيضاء. بيمتاز هذا الصنف إنه قابل جداً للتسميد، يعني إذا أنت حبيت تأخذ حبة كبيرة بترفع من نسبة البوتاس فيه، بيستجيب معك بشكل رائع. الصنف بطبيعة الحال هو بيعطيك أحجام متوسطة، فلذلك إذا أنت ما بهمك الأحجام الكبيرة بإمكانك تخفف من نسب البوتاس بتحصل على أحجام متوسطة. الصنف بيمتاز بأحجام تجانس عالي جدا من حيث الشكل، من حيث اللون، من حيث الأحجام، ما بتأخذ أحجام كبيرة وأحجام صغيرة متفاوتة في الأحجام، فهي أحجام دائما متناسقة. المزارع جمال العجوري منطقة الشفا، بنزرع تقريبا ما يعادل 160 بيت. السنة الماضية زرعنا 40-40، زرعنا منهم 14 بيت. صدقا كان الأداء جيد وممتاز، يعني كنت متابع مع المهندس من بداية 40-40، من تقريبا 4 سنوات. الأداء ما شاء الله جيد وممتاز، يعني كان صنف حتى بتسويقه كان مميز. السنة الماضية يعني كان مميز، ال 14 بيت كان المميزات مقارنة بال 70 بيت المزروعات معهم. كان الأداء بالإنتاج وباللون وبالصلابة، نبات القوي يعني العنقود لما يكون حامل له 5-6 حبات 7 حبات بده حجم مية اللي يغذوه. قوي في التنزيل، يعني ما بعد التنزيل الصنف كان قوي ومحترم. أنا المزارع أحمد عبد الرزاق العساف، مزارع منطقة الأغوار الشمالية، منطقة كريمة. بالنسبة للصنف، صنف كويس، نمو الخضر كويس، إنتاجيته كويسة ممتازة، كثمرة مقبولة تسويقياً، حجمها مناسب، صلابتها كويسة. وبرضه بظل خلينا نقول المزارع له دور في الخدمة، في العناية، في الاهتمام كأصناف متداولة بين السوق المحلي كمزارعين. هم كل صنف بده معاملة خاصة، بس اللي شفناه احنا في 40-40 يعني أقل اهتمام خلينا نقول أو أقل خدمة بالنسبة للأسمدة، شايف بس الرش والاهتمام شوي مش بحاجة لتكاليف عالية بالنسبة للأسمدة. لا احنا السنة الجاية نتمنى إن شاء الله وراح نزرع منها وننصح منها الناس إن شاء الله إنه يزرعوا منها.